اللي هو الالكتريك سيركت او الدوائر الكهربائيه. طبعا احنا خدنا المره اللي فاتت الاستراكشر اوف الكتريك لامب، وعرفنا ان الاستراكشر اوف الكتريك لامب او الكتريك لامب كونسيستس اوف 3 مين بارتس، بتتكون من 3 اجزاء رئيسيه، جزء يسمى التنجستن فيلامنت، وجزء يسمى البيز اوف لامب، وجزء يسمى الجلاس بار. الجزء بتاع النهارده هنتكلم فيه على حاجه اسمها الدوائر الكهربائيه او الالكتريك سيركت، او كيف يتم توصيل المصابيح داخل الدوائر او داخل المنازل او داخل المدارس او المجتمعات اللي احنا عايشين فيها. المصابيح بتتوصل ازاي في الاماكن دي؟ في البدايه ايه هي تعريف الالكتريك سيركت؟ بنقول ان الدوائر الكهربائيه it is closed and continuous path، يعني هي مسارات مغلقة ومستمرة in which the electric current passing through it. طبعا to form a complete cycle، يعني هو عبارة عن دائرة مغلقة، الدائرة دي بتكون متصلة مع بعضها عشان تسمح بمرور التيار الكهربي. يعني زي ما انت شايفة كده الرسمة اللي قدامي دي بتعمل حاجة كده اسمها cycle اهي. لازم السايكل دي كل أجزاءها تكون متصلة مع بعضها، يعني الإلكتريك لامب must be connected with dry cell، الدراي سيل must be connected to switch، another pole of switch must be connected to another pole of electric lamp. طبعا من معلوماتنا إن الإلكتريستي أو from your information الإلكتريك current has two pole، عندنا positive pole وعندنا negative pole. البوزيتيف بول ده دايما هو اللي بيطلع الالكترونات، والنيجاتيف بول هو اللي بيستقبل الالكترونات. يبقى لما اجي اعرف الالكتريك سيركت او الدوائر الكهربائيه، يبقى كلمه دوائر كهربائيه it is closed and continuous path، هي مسارات مغلقه، and continuous او and closed in which the electric current passing through it to form a complete cycle. الالكتريك سيركت must be contained أو what are the structure of electric circuit. الالكتريك سيركت must be contained number one dry cell or battery. A dry cell or battery work as a source of electricity. يبقى number one from the components of electric circuit battery. The battery have two pole, positive pole and negative pole. Number two, the electric lamp to know the electricity. يعني نعرف إن الدائرة دي فيها كهرباء لما اللمبة دي تنور. الحاجة التالتة اللي هي السويتش، والسويتش ده وظيفته to close and open the circuit. To close and open the circuit. زي المفتاح اللي عندي كده بتاع النور في البيت. المفتاح ده بضغط عليه لايت ذا لامب يضيء اللمبة، بضغط عليه مرة تانية بيطفي لي المصباح الكهربي. يبقى لو السويتش متصل بالشكل ده يبقى اللامب لايت. طب لو احنا رفعنا السويتش بالشكل ده كده، يعني عملنا دايرة مفتوحة، يبقى الالكتريك لامب بوت اوف اور دازنت لايت. يبقى الاستراكشر مرة تانية اوف الكتريك سيركت، نمبر 1 دراي سيل، نمبر 2 lamp, number 3 switch to open and close the circuit, number 4 الواير دي اسمها الاسلاك. الاسلاك دي طبعا to connect the electric circuit together او to make the electric circuit close. طب what happen if you open the electric circuit او all components don't connect together, the lamp doesn't light. يبقى to make the electric circuit work on or to make the lamp light, all components of circuit must be connecting together or must be closed. طب what is the function of dry cell in battery in electric circuit? It is the main source of electricity. طب what is the function of lamp? It indicates the presence of electric current. أنا بعرف تيار كهربي موجود عندي لو أنا شغلت التلفزيون واشتغل، لو أنا شغلت اللمبة ونورت، لو أنا شغلت التلاجة واشتغلت. ده دليل على وجود التيار الكهربي. وظيفة السويتش to open and close the circuit. طب لو جينا بصينا، جالنا مثلا في الامتحان diagram زي ده كده، وقال لي which lamp of this diagram light and which doesn't light and why.
From figure number A, you will observe the lamp light. You see the yellow color. Yellow color that's indicate the lamp is light. وممكن كمان أعرف إن اللمبة منورة لو أنا جاي لي الامتحان ما فيهوش أجزاء ملونة كده، بلاقي إن هنا في خطوط حوالين اللمبة. ده معناته إن الإلكتريك كارنت بروديوس أو الإلكتريك كارنت إكزيست إن سيركت أند لامب لايت. طب إن أنذر إلكتريك سيركت ذا لامب دازنت لايت. طب هواي ذيس سيركت لامب لايت أند هواي ذيس سيركت إز نوت لايت. You will observe all components of electric circuit are connected together. يبقى ملاحظين ان كل المكونات هنا متصلة مع بعضها. طب in another circuit you will observe there is cut, there is separated or distance in this circuit. That mean the components of circuit don't connect together. يبقى circuit number one lamp light because the components connect or closed, but in this circuit the lamp doesn't light because all components don't connect together. الدائرة الأولانية بسميها باسم closed circuit، دائرة مغلقة. الدائرة الثانية بنسميها open circuit أو دائرة مفتوحة، يبقى الإلكترون أو الإلكتريك كارنت doesn't pass through that. كنزي أعيد تاني، بتكلم بسرعة، عيد تاني قولي. كنزي are you with me؟ ايوه. اعيد مرة تانية؟ لا انا فاهم كده. فاهمة؟ طيب تحب اتكلم انجليزي كتير ولا ترجمة اكتر؟ لا يعني ترجمة. بتفضلي ترجمة. طب حاضر. يبقى مرة تاني، يبقى الإلكتريك سيركت بتتكون من نمبر 1 دراي سيل، نمبر 2 إلكتريك لامب، نمبر 3 إلكتريك واير، نمبر 4 سويتش تو أوبن أند كلوز ذا سيركت. عشان الكهرباء تمر في الدائرة الكهربية تو ميك ذا إلكتريك سيركت لايت، أول كومبوننتس ماست بي كونكتينج توجذر. طب لو جايب لك في الامتحان دايرة كهربائية بالشكل ده كده، ادي اللمبة اهي، وجايب لك مفتاح بالشكل ده كده اهو، والمفتاح ده مغلق اهي، وكل المكونات متصلة مع بعضها، وقال لك this circuit the lamp doesn't light why. ها انزي ايه رأيك؟ ليه الدايرة دي اللمبة مش منورة فيها؟ علشان كلهم مش متوصلين ببعض. لا كلك متوصلين اهو. ادي عندي سلك اهو، وعندي لمبه، وعندي مفتاح سويتش، وعندي السلك واصل بالمفتاح هنا. ها ايه رايك؟ ليه الدايره دي او ليه اللمبه دي مش منوره؟ اعيدها تاني، ادي الكتريك لمبه اهي بالشكل ده كده، لمبه عاديه خالص ولها طرفين اهو، وخدت اللمبة دي وصلتها كده بسويتش مفتاح اهي. احنا قلنا لازم شرط ان تكون الدايرة كلها مغلقة. طب انا عندي الدايرة مغلقة اهي واللمبة مش منورة، ها ايه السبب ان اللمبة هنا مش منورة او lamp doesn't light بالرغم although all components connected together؟ تقدري توصلي للإجابة؟ قارني ما بين دي ودي، شوفي كده، أنا عندي هنا المكونات واصلة أهي واللمبة منورة، المكونات هنا متصلة مع بعضها واللمبة مش منورة، ليه؟ أسمع رأيك. مش عارفة. طب فكري كده، إيه اللي أنت ملاحظاه في دي ومش ملاحظاه في دي؟ طب نشوف مع بعض كده، هنا عندي لمبة اهي وعندي لمبة اهي مش كده؟ أيوة. طب هنا عندي سلك وهنا عندي سلك، هنا عندي مفتاح الدايرة مغلق، ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا؟ لو قلت لك كده لعبة ان انا اطلع الفرق، ايه اللي موجود هنا ومش موجود في الدايرة دي؟ اللي انت شايفه البطارية اهي،
بسيطة خالص أهي. يبقى الدايرة دي فيها بطارية، الدايرة دي ما فيهاش بطارية. طب أنا هجيب كهرباء منين ومفيش في الدايرة بطارية؟ عشان كده أول سؤال ممكن يجي لنا في الامتحان The electric circuit must contain battery. ليه؟ لأن الباتري is a source of electricity. يبقى أنا تخيل إن أنا عندي في البيت سلوك وعندي مصابيح وعندي مفاتيح وكله متصل مع بعض، والالكتريك كارنت قط، مفيش تيار كهربي واصل للبيت، يبقى في الحالة دي مش هينور المصابيح، يبقى لازم يكون عندي مصدر للتيار الكهربي، والمصدر ده لازم يكون هو عبارة عن البطارية أو الدينامو اللي موجود في محطة القوى الكهربية اللي بيولد لي تيار كهربي. الحاجة التانية اللي عايزين نعرفها، إيه هي أنواع توصيل المصابيح؟ Methods of connecting electric lamp in electric circuit. يبقى هنا طرق توصيل المصابيح مع بعضها. في طريقة أولى اسمها طريقة التوصيل على التوازي أو على التوالي الأولى. يبقى التوصيل على التوالي اسمها series connection. الطريقة الثانية اسمها طريقة التوصيل على التوازي، اسمها parallel أو parallel connection. بتوصيل على التوازي أنا بوصل المصابيح واحدة ورا التانية، يبقى it is the way of connecting lamp one after one in one root، بوصلها في مسار واحد فقط. يبقى ما معنى series connection؟ It is the way which the light bulb are connected one after one in one root. يبقى هي طريقة للتوصيل، ترجمة عندك موجودة في الملزمة، طريقة لتوصيل المصابيح في مسار واحد، يبقى أنا بوصلها في اتجاه واحد. طب إزاي؟ لأن أنا لو عندي لمبة أهي بوصلها بالبطارية بالشكل ده. طب لو أنا عندي لمبتين، باخد سلك من هنا أوصله بالبطارية باللمبة التانية، وآخد السلك اللي باللمبة التانية أوصله بطرف البطارية وهكذا. يبقى أنا عندي مرة تانية، آدي البطارية اللمبة أهي، باخد لمبة تانية، باخد لمبة تالتة وهكذا. الطريقة التوصيل دي أنا بوصل كل المصابيح في اتجاه واحد، يعني أنا ما عنديش غير طريق واحد لللمبة، طريق واحد لكل المصابيح. لو بصيتي كده على إضاءة المصباح ده هتلاقي إن الإضاءة هنا اللايت انتنسيتي از سترونج، هتكون قوية. طب وصلنا اتنين، هنلاقي إن الإلكتريك كارنت هيبدأ يقل، يعني المصباح الكهربي هيبدأ يضعف. طب لو وصلنا تلاتة أو أربعة، اللايت انتنسيتي أوف فور بالبس بيكامز ويك. لو أنا شلت لمبة من النص أو لمبة اتحرقت، هتلاقي إن كل المصابيح اللي موجودة هنا انطفت، لأن أنا ما عنديش غير طريق واحد بس. يبقى عيد مرة تانية في توصيل المصابيح على التوالي. التوصيل على التوالي أنا بعمل رمز اللمبة كده يا كنزي أهو، باخد الشكل ده كده، دي قاعدة اللمبة، وبرجع أرسمها بالشكل ده، برسم سلك التنجستين أهو، وأعمل انتفاخ اللي هو الجلاس بالب، وأرجع أعمل لمبة تانية أهي بالشكل ده كده، وأخد السلك ده الأخراني أوصله بالبطارية. عشان لو جات لك في الامتحان ارسمي لي طريقه التوصيل على التوالي اللي اسمها سيريس كونكشن. الطريقه دي فيها بعض العيوب او بعض الديس ادفانتج. ايه هي الديس ادفانتج اوف كونكتنج لامب ويز سيريس كونكشن؟ لو عدد المصابيح زاد، اف ذا نمبر اوف الكتريك لامب انكريزز ذا لايت انتنسيتي ديكريزز، هنلاقي ان الاضاءه تبدا تقل. طب لو مصباح منهم باظ، المسار هنا اتقطع، يبقى التيار الكهربي هيبدا ينفصل عن باقي المصابيح وكلها هتنطفي. يبقى في لان ما فيش غير مكان واحد، اتجاه واحد للكهرباء تعدي منه. يبقى بنقول مره ثانيه، في حاله السيريس كونكشن، it is the way of connecting lamp in one root، بوصلها في اتجاه واحد بس. If any lamp put off، لو لمبة انطفت، all lamps put off. If any screw one lamp، لو أنا فصلت لمبة، all lamps doesn't light، كل المصابيح مش هتنور.
اوريها لك كده على الفيديو اهو. ثانية واحدة. الفيديو وصل لك كده يا كنزي؟ وصل؟ أي تمام. لو بصينا كده على التوصيل على التوالي، ادي مرة تانية اهو، انا وصلت كده، جبنا 3 مصابيح اهوت وصلناهم مع بعض في اتجاه واحد، ادي اللمبة الاولانية وادي اللمبة التانية اهي. وطبعا هنبدأ نوصل المصابيح دي في اتجاهات واحدة، بحيث ان يكون في طريق واحد بس للتيار الكهربي. يبقى هنا هنلاحظ، نبص كده، ادي السلك اهو طالع من اللمبة داخل للمبة التانية. طبعا هنا ده طريق التوصيل، ادي سلك اهو كده، احنا موصلين كل المصابيح في مسارات مختلفة. هوريك الاول الايه، البارل كونكشن اهي. بص بقى ضغط المصابيح كده، بص كده في الصوره دي، وبص في الصوره دي، ادي الصوره اللي هي فيها المصابيح اضاءتها ضعيفه جدا، ده بنقول عليها باسم سيريس كونكشن. باخد بالسلك ده اهو اوصله باللمبه الثانيه، واخد اللمبه الثانيه اوصلها باللمبه الثالثه. تلاحظي هنا ان الاضاءه ضعيف، يبقى السيريز اند بارل كونكشن ان تو بالبس. لو انا فصلت لمبه من اللمبه دولت، اللمبه الثانيه هتنطفي. يبقى اول حاجه عندنا في السيريز كونكشن ان انا عندي مسار واحد بس للتيار الكهربي. لو المسار ده اتفصل مش هيمر تيار كهربي خالص. يا لو لمبه منهم اتحرقت جميع اللمبات هتبدا تنطفي. عشان كده ما ينفعش في البيت اوصل المصابيح عن طريق البارل او السيريس كونكشن. اهي ادي طريقه المصابيح، بوصل لمبه في الاول اهي، واخد السلك الثاني اوصله باللمبه الثانيه. هنبص كده دقيقه ونشوف اضاءه المصابيح هيكون شكلها ايه. طبعا احنا لما نعمل التجربه دي، لو عملناها الكهرباء العاديه يكون في محاذير ان احنا اوعى نتكهرب، ما نعملهاش على الكهرباء العاديه او الكهرباء العاليه، ممكن نعملها على البطاريات لو احنا عايزين نعملها في البيت او مع مدرس.
يعني التجربة دي ما ناخدش في البيت ونروح نعملها، لأن ممكن إن أنا ألمس سلوك من السلوك دي أتكهرب. يبقى آدي مصباح أهو، وآدي مصباح، شايفين الإضاءة بدأت في الأول تكون شديدة وبعد كده بدأت تضعف أهي. يبقى هنا في الطريق ده أو في الطريقة دي ما ينفعش إن أنا أستخدمها في البيت. لو أنت وصلتي لمبة في أول الصالة عشان توصلي لآخر الصالة، هتلاقي إن جميع المصابيح بدأت إضاءتها تبدأ تقل أو تضعف. طب الطريقة التانية اللي هي بنقول عليها البارل كونكشن دي لها مسارات مختلفة. يعني لو لمبة منهم اتحرقت بقية اللمبة شغالة لأنها بتشتغل كدايرة لوحدها. أهي يبقى لو جينا بصينا عليها كده، دي طريقة اللي احنا بنقول عليها باسم البارل كونكشن. أهو كل المصابيح واصلة بسلك واحد والطرف التاني واصل بالسلك التاني. نبص بقى كده في الإضاءة، هنلاقي إن إضاءة المصابيح هتكون قوية. شايفة الإضاءة هنا وشايفة الإضاءة هنا. هنا الإضاءة بتكون سترونج، لو عدد المصابيح زاد مفيش مشكلة في الإضاءة. آدي المقارنة أهي، الصورة باينة قدامنا. دي الإضاءة هنا اللايت اندنستي ديكريزس، هنا اللايت اندنستي انكريزس، هنا لامب 1 أفتر 1، هنا زرار ميني روتس في فروع كتيرة عشان نوصل بيها اللامب. يبقى نقول مرة تاني، إيه هو توصيل السيريز كونكشن والبارل كونكشن؟ في حالة السيريز كونكشن بوصل المصابيح في اتجاه واحد، الإضاءة بتقل مع زيادة عدد المصابيح. طب احنا ما بنستعملش الطريقة دي في توصيل المصابيح في البيت ليه؟ تخيل إن لمبة عندي في البيت اتحرقت، مش هقدر أعرف مين اللمبة اللي اتحرقت أو the lamp doesn't أو the lamp put off from the rest of lamp، يعني باقي المصابيح كلها هفضل بقى ألف على لمبة لمبة كده أشغلها أو أشوف لمبة تانية سليمة أحطها مكانها عشان أعرف اللمبة اللي بايظة من اللمبة السليمة. يبقى طريقة السيريس كونكشن مرة تانية، it is the way of connecting lamp one after one in one root. عيب الطريقة دي إن if the lamp increases the light intensity decreases. if an screw one lamp or put off any lamp all lamps put off، كل المصابيح هتبدأ تنطفي. ليه لما أجي أفصل مصباح أو مصباح يتلف بقية اللمبات بتنطفي ليه؟ لأن أنا ما عنديش غير طريق واحد ماشي فيه الكهرباء. There is one root. الـ one root ده اتقطع، الطريق ده مفيش طريق غيره. تخيل إن أنا مسافر على طريق ومفيش غير one way، طريق واحد، والطريق ده حصل فيه accident أو حادثة أو حصل فيه مشكلة، مش هقدر أعدي من الطريق ده. فالطريق اللي عندي هنا في الكهرباء في مكان فاضي. اللمبة دي كانت بتعمل closed circuit، أصبحت الدايرة دي مفتوحة. فأنا مش قادر أخلي الكهرباء تعدي من اللمبة دي تروح اللمبة دي إلا ما نوصل لمبة تانية أو نوصل الطرفين دول. يبقى سؤال give reason when unscrew one lamp from opposite figure the electric current doesn't pass because there is one root in electric circuit، مفيش غير مسار واحد بس عشان يمر فيه التيار الكهرباء. الطريقة التانية يا كينزي هي طريقة توصيل barrel connection. في البارل كونكشن عندي ميني برانش. ازاي؟ انا عندي لمبه اهي بالشكل ده كده، وباخد لمبه تانية اهو كده، دي لمبه لها سلكين، وباخد اللمبه التانية بالشكل ده اهو، وباخد اللمبه التالتة بالشكل ده، وبرجع اوصل الاتنين دول او التلاتة دول على البطارية. نتخيل ان لمبة منهم باظت اللي هي دي مثلا، الكهرباء هتعدي لهنا بالشكل ده كده وهتعدي لهنا. طب نتخيل ان دي باظت او تلفت، يبقى اللمبة اللي هنا الكهرباء هتعدي لهنا وتلف مرة تانية. يبقى من السهل ان انا اقدر اعرف المصباح التالف او المحروق من التوصيل على التوازي. اللمبة اللي مش هتنور هتبقى ايه، دي بايظة او هتبقى دي محروقة، ولكن باقي المصابيح شغاله ما انطفتش، هي هي. ساعات بنلاقي في البيت لمبه محروقه لكن باقي المصابيح شغاله عادي. الحاجه الثانيه، لو زودنا عدد المصابيح زي ما شفنا في التجربه
كل المصابيح اضاءتها ما اتغيرتش، يبقى في حاله البارل كونكشن it is the way which the light bulb connecting and branching root. يبقى انا عندي ادي فرع يمشي فيه الكهرباء، ادي فرع، ادي فرع تاني، يبقى كل من كل واحده من دول تعتبر دايره لوحدها. دي دايره اهي لوحدها، لو جينا غيرنا اللون مثلا كده وعملنا لون تاني اهو، اللمبه الثانيه دي هتعتبر دايره لوحدها اهي بالشكل ده كده، اللمبه الثالثه هتعتبر دايره ثالثه لوحدها. يبقى لو اي لمبه باظت بقيه اللمبات شغاله، مفيش اي مشكله في الدايره الكهربائيه لان هي ما زالت دايره مغلقه. يبقى الملحوظه في الشكل الاولاني ان اللايت اندنستي اف 2 بالب سترونج، اف يو انكريز ذا لامب، لو انا زودنا عدد اللمبات اللايت اندنستي اوف بالب سيميلر تو ذا لايت اندنستي اوف 2 بالب، يعني الكهرباء بتاعت 2 زي الكهرباء بتاعت 4 زي الكهرباء بتاعت 5. لو لمبه منهم اتحرقت ما بقتش موجوده، الكهرباء هتمشي في المسار ده بالشكل ده كده، هتمشي هنا هتمشي هنا، كأن دي مش موجودة خالص شلناها والكهرباء ما زالت شغالة جوه الدايرة الكهربائية. يبقى ملخص البارل كونكشن ايه؟ It is the way of connecting lamp and branching root by increasing the number of lamp، بزيادة عدد المصابيح the light intensity remains as it، التيار الكهرباء هيفضل زي ما هو. There is branching root أو different root، في مسارات متعددة in which the electric current passing through it by unscrew one lamp، لو أنا شلت لمبة منهم الالكتريك كارنت move in another root and all lamps doesn't put off، واللمبات كلها مش هتنطفي. يبقى احنا عندنا في فروع النور اللي بنشوفها في الأفراح، لو لمبة صغيرة من اللمبات دي باظت بقية الفروع أو mini branching are light. تخيلي بقى لو انا عندي توصيل على التوالي ولمبه من اللمض اللي موجوده في الفروع دي او في الويدنج لايت اتحرقت، كل ده الفرع ده كلته اللي مكون من 500 600 لمبه مش هينور، ومش هبقى عارف مين اللمبه اللي بايظه او اللي محروقه في اللمض دي. يبقى في حاله التوصيل ان سيريس كونكشن انا بقدر بسهوله اقدر اللمبه التالفه اغيرها، وفي نفس الوقت بقيه اللمبات هتفضل شغاله مش هتتاثر الاضاءه بتاعتها ولا هتتاثر الشده بتاعتها. يبقى اللامب ان ماشين، اللامب اند ماشين ان هاوسز ار كونكتنج ان بارل، ودي الطريقه السليمه في التوصيل. تو افويد تيرنينج اوف ذا ريست اوف لامب، عشان لو لمبه اتحرقت ما تحرقش بقيه اللمبات. لكن لو انا موصلها عن طريق السيريس كونكشن ولمبه اتحرقت، كل اللمبات دي ممكن تتحرق. الديكوريشن لامب which used in ocean أو in occasion celebration and wedding are connecting way، بتتصل مع بعضها in barrel connection. طبعا if any lamp burned or broken the other lamp doesn't put off، لأن اللمض متوصلة barrel connection. ماشي يا كنزي، أي سؤال كده تاني؟ الدنيا سهلة ولا صعبة؟ لا سهل. أعيد تاني، أعيد تاني يا كوكو، ولا يبقى احنا نعيد تاني كده ببساطة عشان انت ما تتوهيش مننا من الشرح. أقول تاني، يبقى أنا دلوقتي عندي في طريقتين للتوصيل، حتى تبص كده عندي في المصابيح أهي، ممكن تلاقي مثلا في المصابيح اللي في النجفة دي ممكن تكون في لمبة شغالة ولمبة مثلا مش شغالة، ده دليل على إن لو لمبة مش شغالة يبقى ممكن باقي المصابيح تبقى مشغلة. اللمض اللي موجود عندي هنا دي كده كل واحدة منهم بتمثل دايرة لوحدها، تلاحظ ان الاضاءة بتبقى زي ما هي ما بتتغيرش بزيادة عدد المصابيح، يبقى اضاءة ده زي اضاءة ده زي اضاءة ده زي اضاءة ده، وده ممكن تلاحظيه عندك في البيت، كل المصابيح بتلاقي اضاءتها واحدة ما بتتغيرش. يبقى هيجيلك بقى في الامتحان سؤال give reason it is preferred to using barrel connection to connect the lamp in houses، هنقول له عدة أسباب because there is meaning branching root، في تفرعات كتيرة. By increasing the lamp the light intensity remains as it، ودي بتيجي دايما complete، أو إيه اللي هيحصل لو وصلت المصابيح in barrel connection، يبقى هنا the lamp intensity remains as it. If any lamp put off or any lamp burned، لو لمبة اتحرقت أو لمبة باظت
or lamps work on او lamps doesn't put off. If طبعا لو جينا في الامتحان ليه بقى there is meaning branching route لان في تفرعات ياما للتيار الكهربي ممكن الكهرباء تقدر تمشي فيها. يبقى مين الطريقه اللي انا اقدر استخدمها في البيت؟ البارل كونكشن. لما نيجي نعمل مقارنه بسيطه بين السيريز والبارل، السيريز ات از ذا ويف كونكتنج لام وان افتر وان ان وان روت، بوصل واحده ورا الثانيه في مسار واحد. البارل كونكشن ات از ذا واي which is a light barb are connecting in branching route. يبقى طريقة من طرق التوصيل بنوصلها في فروع أو branching. The light intensity decrease by increasing the number of lamp. يعني أنا بقلل الإضاءة بزيادة المصابيح، ولكن هنا الإضاءة remains constant by increasing or decreasing the lamp. لمض كتيرة لمض قليلة، الإضاءة زي ما هي. كمان عندنا لو لمبة اتحرقت بقية اللمبة هتنطفي في السيريز كونكشن، ولكن لو هنا لمبة اتحرقت أو باظت إذا effect of burning or unscrew lamp اللمبة التانية ما زالت شغالة وموجودة عادي وإضاءتها زي ما هي، وعن طريقها كمان قدرت أعرف اللمبة اللي احترقت أو باظت. كنزي اسألي اللي أنت عايزاه كده، قولي لي كده الدنيا فيها إيه معاكي، لو عايزة حاجة عيدها تاني. طيب تقولي لي كده تعريفين دول الجدول ده كده نقراه مع بعض، تقريه انت بصوتك يلا عشان تحفظيه. ها السيريس كونكشن، السيريس كونكشن is the way it's the way in which in which the light bulbs are connected ايوه one after the other in one root. برافو. It's the way in which the light bulbs are connected in branching roots. Roots, تمام. Decreasing by increasing. Decreases by increasing. The number of lamp. يعني معنى الجملة إيه؟ إن the بي... number. معنى إن الإضاءة المصابيح بتقل بزيادة عدد المصابيح. طب هنا يا كنزي اتفضلي، ها الشدة هنا بقى remains. Remains constant by increasing or decreasing the number of lamp. تمام. The other bulbs are the are lighted up. The other bulb are lighted up. Huh. When? When the other bulb are lighted up with the same intensity. يعني بقية اللمط بتنور بنفس الايه؟ الشدة أو بنفس الإضاءة. كلمة intensity معناها هنا يا كنزي بنفس الإضاءة أو بنفس القوة. طيب احنا حلينا مع بعض كده، يبقى احنا كده الدرس ده تناولنا فيه تركيب المصباح الكهربي structure of lamp، وعرفنا ان اللامب مرة تانية بتتكون من glass bulb و tungsten filament و base of lamp. الفلوريسنت لامب قلنا فيها glass bulb و two tungsten filament و two point of connection. اللايت بالب هنا الارجون، هنا الارجون و little of mercury. اللايت بالب هنا بتستعمل في المنازل وفي الكار لايت وفي التورشز، برضو هنا في المنازل و decoration of commercial و advertisement. وخدنا الجزء الثاني مع بعض النهارده اللي هو الدائره الكهربيه اللي بتتكون من باتري ومن الكتريك واير ومن لامب، وانواع التوصيل سيريس كونكشن وبارل كونكشن. احل معاكي شويه اسئله، احنا خدنا الصفحه دي المره اللي فاتت، هناخد مع بعض صفحه 69. معرفش عندك في الكتاب الجديد في اختلاف في صفحه او اتنين. معاك الكتاب يا كنزي، ممكن تفتحيه؟ ماشي. تمام.
ايه تمام نبدأ. السؤال الأولاني كنزي رقم 10. The glass tube of the pyrolysis لام lamp contains argon gas and a little of mercury vapor. برافو يا كنزي، تمام. هي نفس الأسئلة عندك في الطبعة الجديدة؟ أي تمام. طيب the inner surface of the tube of fluorescent lamp is covered with السطح الداخلي phosphoric ماتيريال. phosphoric material. تمام. There are two points of connecting at each tab. في مسمارين توصيل في كل مصباح في الفلوريسنت. لو احنا فاكره الفلوريسنت كنا بنرسمه كده في مسمارين توصيل هنا. المسمارين التوصيل دول فائدتهم ايه كينزي؟ To react with tungsten. احنا حلينا السؤالين دول المره اللي فاتت. To connect ها the lamp to electricity. تمام. وان الكتريك لامب كونكتنج ان باريل، ده بدايه من درس النهارده بقى. لما وصل المصابيح باريل، باريل يعني على التوازي. التوازي اللي هي كانت فيه فروع كتيره، وكلمه توازي بتفتكريها كده مصابيح تحت بعضها. With other the electric circuit the light intensity decrease ولا increase ولا doesn't change. احنا قايلين من شويه لا خلي بالك في البارل لو انا زودت المصابيح المصابيح ما بتتغيرش. افتكريها من الشكل التاني اللي احنا كان في عندنا مصباحين وصلناهم مع بعض اللي هو الشكل ده اهو. المصابيح هنا لو عددها زاد ما بتتأثرش الإضاءة بتاعتها خالص في الجزء ده. ادي الايه البارل كونكشن مصباح 2 3 الإضاءة زي ما هي اهي يبقى ما ضعفتش. ولكن في حالة السيريس كونكشن لو بصيتي على الشكل تاني المصباح هنا منور خالص اهو بدأ يقل اهو بدأ يقل خالص هنا اهو. يبقى في البارل الإضاءة ما بتتغيرش بتغير عدد المصابيح يبقى هتعملي doesn't change. The following gases are used in electric lamp ما عدا مين؟ الغازات دي بتستخدم في المصابيح الكهربائية ما عدا مين؟ أرجون، ميركوري فابور، أتموسفيريك إير، A و C. خلي بالك عايز ما عدا يعني عايز الأوبوزيت أنسر الإجابة العكسية. أتموسفيريك إير. برافو عليكي تمام لأن أنا لو حطيت هوا في اللمبة التنجستن هيتحرق واللمبة هتتلف. بنحتاج للايت بالب وباتري وكونكتنج واير تو كونكت توجيذر. ليه بقى؟ عايزين بطارية وعايزين لمبة وعايزين سلك. عشان نعمل ايه؟ in a closed continuous path ولا obtain connecting electric assemble electric assemble make a simple electric circuit. circuit. طب نقرا كده مع بعض نشوف التلات اجابات ينفعوا ولا لا. ما انا عايز احصل على مسار مغلق برضه وعايز اعمل دايره بسيطه وعايز اخلي اللمبه تنور يبقى ممكن التلاته دول ينفعوا. انت قلت اجابه منهم. طب ما انا لو وصلت الثلاثة دول عملت مسار مغلق يبقى برضه الـ A والـ B والـ C إجابة صحيحة. When we connect more one bulb لو أنا وصلت أكتر من مصباح في السيريز الطريقة الأولانية اللي كانت البطارية فيها أو اللمبة فيها بتضعف. لو أنا زودت عدد المصابيح to the electric source the light intensity جرالها إيه؟ ها وصلنا لمبة decrease. ايوه برافو ديكريز ايوه كده صح. When we connect more than one bulb بس لو انا وصلت اكتر من لمبه in barrel يعني في اتجاه توازي the light intensity of the bulb decrease ولا increase ولا doesn't change ولا A B and C. لما نيجي نوصل اكتر من مصباح بمصدر للتيار الكهربي في طريقه ايه بقى؟ في طريقة البارل كونكشن اللي هي طريقة التوازي اللي فوق بعض. افتكريها بقى كده في خط واحد وفي خطوط
doesn't change. برافو عليك. الإضاءة مش هتتغير، وإحنا عليناها قبل كده. If we have three light bulbs، لو أنا عندي ثلاث مصابيح and we need to get high light intensity، وعايز أحصل على إضاءة شديدة أو شدة إضاءة عالية، we must connect in إيه؟ إيه الطريقة اللي تخلي لي المصابيح إضاءتها عالية ما تتغيرش؟ in parallel. برافو، in parallel. أنا مبسوط بيكي جدا لأن أنت واخدة الدرس النهاردة وبتجاوبي صح، كويس أوي يا كنزي. When we unscrew، لو أنا فصلت لمبة من طريقة اتصال على السيريز، على إيه؟ على التوازي أو التوالي آسف. يعني هنفصل لمبة اللي في اتجاه واحد، اللي في مسار واحد. لو أنا فصلت لمبة منهم، اللمبة هتفضل منورة. الانسكرو لامب، اللمبه اللي انا فصلتها هي اللي هتنطفي، ولا نوت لامب وانا مفيش ولا لمبه هتنطفي، ولا كل اللمبات هتنطفي؟ اي بي سي دي، اهنى واحده في الاختيارات؟ أقول أنا الإجابة ولا عندك إجابة؟ All lamps turn off. تمام، كل اللمبات هتنطفي لأن اللمبة دي مش هتبقى موجودة، فبالتالي المسار هيبدأ يبقى مفتوح ومش هيمر التيار الكهربي. هو أنا electric lamp which connecting to series with each other burned، يعني عندما المصباح الكهربي يتصل in series connection بتوصيل على التوالي with other lamp مع لمبة اتحرقت، the light intensity decreases، the light intensity increases، all lamp turn off، no correct answer. طبعا لو انا موصل المصابيح كلها في السيريز، واحدة منهم اتحرقت، هيجرى ايه لبقية المصابيح؟ المصابيح هيجرى لها ايه؟ The light intensity decrease. طب احنا هنا عندنا لمبة اتحرقت، يعني انت دلوقتي عندك المسار اهو، لو كده قلنا ادي لمبة وادي لمبة تانية وادي لمبة تالتة، اللمبة دي باظت خالص، هيوصل كهرباء لللمبة دي والكهرباء واللمبة دي؟ ما هما طريق واحد، انا شبهتها لك كده بالطريق اللي وانت مسافره بيه، لو طريق واحد مش هتعرفي تعدي لان الحته دي اتقطعت خالص، يبقى هنا كل المصابيح هتنطفي علشان المسار اللي واصل فيه الكهرباء اتقطع. يبقى هنا when the lamp connecting with series and other with another lamp burned out، burned out يعني اتحرقت، يبقى جميع المصابيح هتنطفي. In houses، في المنازل، اللمبة بتتوصل in electric machine connect in parallel، ولا lamp connected in parallel and other machine are connecting in series، ولا lamp connecting in series and other machine connecting parallel، ولا lamp and all other machine are connecting in series. قلنا هنا طريقة المنازل على طول أدور على كلمة parallel، parallel connection أو parallel connection. طب انا عندي دلوقتي الاجابه دي والاجابه دي، بيقول اللمبه لا بي، لا انا بقول بدور على بارل يبقى ما ينفعش بي. طب ثواني كده نقراها، اللامب اند اذر ماشين ار كونكتنج ان بارل، لامب ار كونكتنج ان سيريز اند ماشين كونكتنج بارل، لا اللامب والاذر ماشين هتتصل ان بارل كونكشن. طب انت لو اخترت بي اللمبة هتتوصل بارد والالات هتتوصل سيريز، طب ما هي لو الالات اتوصلت سيريز وواحده باظت هتبوظ بقيه الالات. يبقى هنا اهي الكلام ده احنا واخدينه فين برضه عشان تبقي انت وانت بتذاكره مقتنعه باجابتك؟ اهي بيقول لي في الديكوريشن لامب او في البيت، ار ماشين ان ذا هاوسز ار كونكتنج ان بارل وذ ذا مين سورس عشان اتجنب حرق، to avoid turning over. يبقى كل اللمض والماشين بتتصل بارلاي.
ده الايه السؤال بالظبط اللي جاي لك في الاختيارات. طيب السؤال اللي بعده بنقول ايه تاني يا كينزي؟ رقم 22، the light bulb are connecting in، في المنازل هيبقى متوصل على ايه بقى؟ باريل. تمام تمام. And decorating light، في المصابيح الزينة اللي بتبقى في الأفراح. If one or more lamp burned out, the other lamp don't turn off because. ها. لو أنا عندي في مصابيح الزينة واحدة منهم باظت، اللمض الثانية are connected in barrel. برافو. Lamp are connecting in barrel. صح كده. طبعا الأولانية بيقول اللمض بتستخدم في الاحتفالات الدينية. ايه علاقتها الاحتفالات الدينية بين اللمبة اتحرقت ولا لا؟ وطبعا السيريز ما تنفعش، يبقى الإجابة بتاعتك هي دي. اللايت بالب بقى في اللي تشوز، هنختار ايه هو تعريف المصباح الكهربي؟ بيحول ايه لايه؟ السؤال ده عندك برضو في الكتاب؟ It changes electric energy to light energy. برافو تمام. Connecting electric lamp in houses، قلنا في الهاوسز بنوصلها بقى هنا ايه؟ بارل اهي، بنجيب دي رقم بي. تمام. الفيلمنت اوف لايت بالب، سلك المصباح الكهربي، قلنا مصنوع من مادة تنجستن واير. برافو تمام، تنجستن واير دي نمبر اي. نشوف صح وغلط برضو، يبقى احنا كده خلصنا جزء كبير من الاسئله، وممكن تحل على طول شيت. The sun is the main source of light on the earth. أول واحدة أنا حليتها صح، الشمس هي المصدر الرئيسي للضوء. يلا حل التانية بقى. الكاندل والأويل are the artificial sources while electric lamp is natural sources. لا غلط. غلط طبعا برضو. الإلكتريك لامب sun. وممكن نصلح الإلكتريك لامب دي ونكتب الصن. الالكتريك لامب converting kinetic into light. برضو خطأ، الالكتريك لامب بتحول. لا electric energy. برافو عليكي، بدل kinetic هنكتب electric. لو حابة تكتبي ورايا مفيش مشكلة، حابة تستني ما تذاكر الدرس برضو as you like. يعني الحلقة هتنزلك بعد كده على اليوتيوب، تبقى انت ممكن تراجعيها من اليوتيوب وتحل فيها. اللايت بالب ار موست بوبولار سورس اوف ناتشرال لايت. المصباح الكهربي بيعتبر من اشهر. تمام، هو من اشهر المصادر بس مش المصادر الارتفيشال. ايوه الارتفيشال اللي هي المصادر الصناعيه. ايوه برافو عليك، ارتفيشال سورس اوف لايت اللي هي مان ميد، ممكن نقول عليها برضو مان ميد لايت اللي هي اللمض او الاضاءه المصنوعه بالانسان. اللايت انرجي بينتج ذا لايت بالب وين الكتريك كارنت فولوز ثرو ذا جلاس بالب، يعني الطاقه الكهربائيه بتنتج من المصباح الكهربي عندما الكهرباء تمر خلال الجلاس بالب. صح. لا لا ركزي. نقول تاني، اضاءه المصباح بتنتج في المصباح الكهربي لما الكهرباء تمر في الازاز. هنا جلاس بالب الانتفاخ الزجاجي، هنصلح دي لما تمر فين؟ الفليمنت. فليمنت برافو عليكي، يبقى ممكن نقول خلال التنجستن فليمنت، وممكن نقول خلال التنجستن على طول لو احنا عايزين. طيب السؤال اللي بعده، بيقول ايه السؤال اللي بعده يا كينزي؟ الالكتريك بالب ار يوزد ان لايتنينج هاوسز. مصباح الكهربي بيستخدمه. لا غلط، لايت. صح برضه، ما المصابيح الانتفاخ بستخدمه. السؤال اللي بعده، البالب
الجلاس بالب اوف الكتريك لامب كونتين اتموسفيريك اير. سبعة يا كينزي. لا غلط، ارجون جاز. برافو، ارجون جاز. تمام تمام. امتحانك امتى يا كينزي؟ في شهر أربعة؟ أيوة. يبقى في آخر أربعة ولا في أول أربعة؟ لا في أول أربعة. يعني أنت كده هتمتحن في أول رمضان؟ مش عارفة، بس هو في الأول خالص، أول أسبوع. أول أسبوع؟ طيب حاضر، أيوة. هحاول اخلص لك المنهج ان شاء الله بدري. السويلنج اوف جلاس بالب اوف لايت بالب كونتين اكسجين جاز. انتفاخ المصباح الكهربي بيحتوي على اكسجين جاز. برضو غلط، العباره دي ارجون غلط، جاز. ارجون جاز. تمام. ذا فليمنت اوف لايت بالب از ميد اب، يعني الفتيل التنجستي او فتيل المصباح معمول من الالومنيوم. كبر. لا مش كبر، تنجستن بقى، احنا لسه قايلين. بيكون معمول من التنجستن عشان ده الوحيد اللي بيتوهج. It glows and produces light. الفيلمنت اوف الكتريك لا بالب ميد اوف ميتال ذات هاز لو ميلتنج بوينت. هاي. هاي، تمام. يبقى هنصلح كلمة لو دي بهاي. الأرجون جاز بيستعمل instead of air of bulb of electric lamp to protect the filament from burning. صح صح. The base of lamp connecting the lamp with electricity، قاعدة اللمبة بتوصل اللمبة بالكهرباء. صح صح. Spiral base has two side nail and two piece of lead. لا غلط، two side nails base. السبايرال بيز اوف تو سايد نيل هاز تو بيس اوف ليد. لا طبعا ممكن نصلحها، نقول عندها 1 بيس اوف ايه ليد. ولو عايزه تصلحي دي وتكتبي تو سايد نيل مفيش مشكله، وتكتبي وتخلي دي زي ما هي. وبرده هنا هنصلح 1 سايد نيل او ملهاش خالص، سبايرال بيز هنشيل دي خالص ونكتب 1 بيس اوف ليد. أو لو أنت قلتي الإجابة التانية اللي هو تو سايد نيل وتكملي بقية الإجابة صح. Spiral base of light bulb glows and due to the passing of electricity أو electric current. Spiral base هي اللي بتتوهج. التو. لا غلط، هي مين اللي بيتوهج؟ التنجستن فيلامنت. اللي بيتوهج في المصباح هو التنجستن فيلامنت. يعني ايه اللي غلط؟ اللي غلط السبايرال بيز. اقراها لك تاني. السبايرال بيز في المصباح جلوس بتتوهج نتيجة مرور التيار الكهربي. القاعدة ما بتتوهجش. اللي بيتوهج عندنا في المصباح الكهربي زي ما قلنا اللي هو السلك التنجستين اللي انا وريته لك في الاول، اللي هو الجزء ده. هنرجع اللي هو الجزء ده كده، ده اللي بيتوهج في المصباح الكهربي اللي اسمه التنجستن فيلامنت، لكن مش قاعدة المصباح الكهربي هي اللي بتتوهج. السؤال رقم 15. الفلورسنت لامب كونتين 1 فيلامنت اوف تنجستن. تو فيلامنت اوف تنجستن. تو، يبقى هنا هنكتب تو. الفلورسنت لامب كونتين نيون جاز. صح. لا الفلورسنت لامب ما فيهاش نيون، هي فيها ارجون ودروب اوف ميركوري. بدي غلط. بس قولي، هي اسمها لمبة نيون تجاوزا، لكن هي احنا قلنا ما فيهاش نيون. الفلورسنت لامب فيها ارجون ودروب اوف ميركوري. السؤال ده خلي بالك منه، لان في معظم الناس بتغلط فيه عشان يقول لك ده مصباح نيون يبقى فيه نيون. البوينت اوف كونكتنج فلورسنت لامب كونكتنج ذا لامب ويز الكتريستي، يعني نقطتين التوصيل عشان يوصل اللمبه بالكهرباء. صح. الفلورسنت لامب ار كولد نيون لامب بيكوز ات كونتين انر نيون جاز.
هنا دي خلاص انت غلط. غلط. ايوه هي تسمى نيون ايه لامب لان هي بتحتوي على ارجون، ارجون جاز. هو ان الكتريك سيركت از كلوز الكتريك كارنت ويل باسنج ثرو ات، لما الدائره تكون مغلقه الكهرباء هتمر خلالها. طبعا العباره هنا صح. الالكتريك لامب اند باتري ريكواير هم المطلوبين فقط لعمل دائره كهربائيه. غلط. طب فاضل ايه عشان نعمل دائره كهربائيه؟ انا عندي لمبه وعندي باتري، فاضل ايه؟ ايوه ها الواير، الوايرز اللي هو السلك او الالكتريك واير، الاسلاك يعني. وين كونكتنج لامب in series connection the light of bulb decreases when the number of lamp increases. يعني في التوصيل على التوالي الإضاءة بتاعت المصابيح بتقل لما عدد المصابيح يبدأ يزيد. طبعا صح. هنا decreases يبقى هنا increases في حالة السيريز كونكشن، ده اسمه تناسب عكسي. في البارل الكتريك سيركت there is no branching route. التوصيل على التوازي، قلنا التوازي يكون في برانشنج، يبقى العباره دي غلط وهنشطب نو. ذير از برانشنج في السيريس الكتريك سيركت. هو مستر قولي، هو انا اقدر اكتب، هو انا اقدر اكتب ما بين مكان البارل سيريس عادي. ايوه هو احنا هنقول سيريس الكتريك ذير از نو برانشنج روت، ماشي تمام. ويفضل دايما في التعليم الامريكي ان احنا ما نصححش بدايه الجمله، نصحح نهايتها بس. صح تمام. لو انت ما عندكيش تصحيح غير بدايتها ممكن تصححي بدايتها. يبقى هتقولي سيريز كونكشن ذير از نو برانشنج روت، او ممكن تقولي ذير از وان روت، يبقى هتصححي دي وتكتبي وان روت وخلاص، وتصححي دي وتكتبي سيريز كونكشن. السيريز سيركت electric circuit when one lamp burn out the other lamp don't put off. يعني في توصيل على التوالي لو لمبه اتحرقت بقيه اللمبه ما بتنطفيش. غلط. طبعا هنا هنقول بقيه اللمبه، هنشطب كلمه don't، بقيه اللمبه هتنطفي لان ما فيش غير مسار واحد. when connecting light bulb in barrel، لو انا وصلت اللايت بالب barrel the light intensity of bulb increases by increasing the number of lamp أو number of bulbs. لما وصل المصابيح الكهربية in barrel when the light intensity of bulb increases، لا هي اللايت intensity مش increases بقى، هي اللايت intensity المفروض نكتب doesn't change، مش هتتغير. doesn't it change، يبقى هنا موجود الكلام ده اهو برضو كمان يا كنزي عندنا اهو، اوريه لك في المقارنة. بنقول هنا في حالة البارل كونكشن زي اللايت اندنسيا ريمينز يعني ما بتتغيرش by increasing or decreasing the number of lamp. يبقى هنا هنقول doesn't it change or remains constant when the lamp increases. هوايل connecting the lamp in barrel all lamps are connecting one after one. طبعا في البارل مش one after one، هنا هنقول ايه بقى في السيريز. الالكتريك lamp are connecting in houses in barrel connection. في المنازل بنوصلها in barrel connection. طبعا العبارة هنا هتكون الإجابة صح. هسيب لك الجزء ده واجب بقى من أول هنا لغاية مثلا تحل الكومبليت وتحل الجيف ريزون وتبعته لي إن شاء الله على الواتس. ماشي. شوفي أنا عارف إن الميعاد